أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. مدير أمن ساحلي حضرموت يبحث الحلول الكفيلة بإنهاء أزمة الغاز المنزلي. مكافحة المخدرات تضبط 1350 جرام من الحشيش بالمكلا. تواصل الحملة الثانية لجراحة وقسطرة قلب الأطفال بمركز نبض الحياة بالمكلا. أهلا بكم. ترأس مدير عام مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لشهر إبريل من العام الجاري، واستعرض الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي المحضر السابق والتعرف على ما تم تنفيذه، وأضم ما لم يتم تنفيذه إلى محضر الاجتماع، كما تم مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بشأن الدوائر الحكومية بالمديرية والمضي نحو تطوير أدائها بما يتناسب مع خطة السلطة المحلية في الرفع من مستوى تلك الدوائر وتدعيم العمل المشترك بينها. هذا وقد أقر الحاضرون جملة من التوصيات والمخرجات الهامة ومناقشة تنفيذها في الاجتماع المقبل. بحث المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي مع رئيس لجان الأحياء المجتمعية بالمكلا رشدي باضاوي وأعضاء لجنة الخدمات مشكلة أزمة الغاز المنزلي واتخاذ الآلية الكفيلة بإنهاء الأزمة. وأكد العميد التميمي على ضرورة وضع الحلول العاجلة والإسعافية في توفير مادة الغاز المنزلي، مشددا بأن الأجهزة الأمنية لن تتوانى لحظة واحدة في ضبط المتلاعبين بالغاز. وعقب ذلك التقت لجنة خاصة من الأحياء المجتمعية بالمكلا بمالك محطة دومان، وخرج اللقاء بتسيير 31 سيارة نقل محملة ب6200 اسطوانة غاز تم توزيعها مساء الثلاثاء على أحياء الديسة، فيما سيتم تسيير 40 سيارة نقل محملة ب8000 اسطوانة غاز الأربعاء لتغطية احتياجات أحياء المكلا وشرق المكلا بشكل عام. من جانب آخر، أكد مدير أمن ساحلي حضرموت العميد منير كرامة التميمي أن 300 فرد من الأمن والشرطة و50 دورية ستشارك في تأمين وتنظيم الحركة المرورية وحركة الأسواق في مدينة المكلا خلال شهر رمضان المبارك. وقال العميد التميمي عبر إذاعة المكلا أن وجود هذه القوى في الشوارع والأسواق سيعزز من ضبط الحركة المرورية والتعامل بسرعة كبيرة مع المخالفات، منوها إلى أن الخطة الأمنية تأتي بالتنسيق مع مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق والجهات ذات العلاقة. وأشار العميد التميمي في سياق حديثه إلى وجود خطة بترقيم مؤقت للدراجات إضافة لسيارات المجهولة، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار والحد من الازدحام والعشوائية. ناقش مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت مع مكتب اليونيسف في حضرموت ومسؤول الطوارئ بالمنظمة الدعم المقدم لمكتب الصحة بالمحافظة المتمثل في الأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية، وكذلك الدعم المقدم للمرافق الصحية. وفي اللقاء أكد مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري على أهمية هذه التدخلات ولما لها من نتائج إيجابية لتعزيز القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدا أنها تأتي من احتياج فعلي في القطاع الصحي بالمحافظة، كما أشاد بالعلاقة المتينة والمتواصلة بين المكتب ومنظمة اليونيسف. فيما أكدت مديرة مكتب منظمة اليونيسف بحضرموت الدكتورة فوزية غرامة على أهمية الرقي بالقطاع الصحي من خلال تنفيذ البرامج الصحية المساهمة في استقرار القطاع الصحي، مشيدة بالعمل الذي تقوم به قيادة الصحة بالمحافظة والتعاون مع المنظمة لإنجاح الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع في استقرار القطاع الصحي. ناقش لقاء ضم مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت أحمد الكثيري ومدير عام هيئة المساحة الجيولوجية وثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير سبل التعاون المشترك بين الهيئتين. وتطرق اللقاء إلى البحث حول أوجه التعاون المشترك بين الطرفين وإيجاد آلية العمل بين الهيئتين لتسهيل معاملات الاستثمار والمستثمرين في جميع المجالات التعدينية، كما تم مناقشة بعض الإشكاليات المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين وإيجاد فرص استثمار في مجال التعدين، بالإضافة إلى وضع آلية عمل مشترك للاستثمارية المعدنية.
ناقش لقاء عقد بالمكلا سبل الشراكة والتعاون بين مكتب أوقاف ساحل حضرموت ومكتب الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. وخلال اللقاء جرى مناقشة أطر الشراكة وبحث سبل التعاون في المجال الصحي على وجه الخصوص، ومساهمة مكتب الأوقاف كجهة دينية مؤثرة تحظى بالقبول بين الأوساط لتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة في هذا الجانب الحيوي وكشريك فعال في عملية التوعية المجتمعية. وأكد اللقاء إلى ضرورة مشاركة وتضافر جهود جميع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والرسمية المحلية، ومن ضمنها مكتب الأوقاف والإرشاد كركائز أساسية للإسهام في عملية التنمية والتوعية الصحية بين أفراد المجتمع. ألقى منتسبو إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت القبض على عصابة لترويج مادة الحشيش المخدر بمنطقة فوة غرب المكلا في 3 عمليات متتالية، حيث تم القبض في العملية الأولى على شخصين وجد بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة، وبعد ساعات من العملية الأولى تم القبض على شخصين آخرين بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة. ونفذ منتسبو المكافحة العملية الثالثة وضبطوا خلالها شخصين آخرين بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدر، وبلغ إجمالي المضبوط من مادة الحشيش المخدرة بحوالي 1350 جرام ضبطت خلال العمليات الثلاثة. أعادت المنطقة العسكرية الثانية العمل في معمل الخياطة العسكرية في لواء الأحقاب بعد توقفه لسنوات طويلة، والذي سيسد حاجة قوات المنطقة الثانية. وقال قائد لواء الأحقاف العقيد عوض الحيقي أن فكرة إنشاء المعمل لاقت استحسان القيادة حيث ساهمت وبقوة في دعم المشروع الهام، مشيرا إلى مواجهة المشروع العديد من العراقيل والتي تم الغلب عليها. كما لفت إلى أن المعمل جهز بأحدث المعدات التي يحتاجها وبجهود ذاتية داخلية أسهمت كثيرا إلى استمرار العمل في المعمل لما يمثله من نقلة نوعية في الاكتفاء الذاتي داخل المعسكر. يواصل الفريق الطبي السعودي المتطوع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الثانية في جراحة وقسطرة قلب الأطفال بمركز نبض الحياة بالمكلا. وباشر الفريق عمله فور وصوله لينجز في يومه الأول عملية قلب مفتوح واحدة و11 عملية قسطرة علاجية. وفي يومه الثاني أجرى الفريق عملية قسطرة علاجية و4 عمليات قلب مفتوح و12 عملية قسطرة علاجية، ليكون مجموع ما تم تنفيذه للحملة 5 عمليات قلب مفتوح و23 عملية قسطرة علاجية. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله سبحانه وتعالى تم تدشين الحملة الطبية التطوعية الثانية من متطوعي مركز الملك سلمان لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن. وهذه تعتبر الحملة الثانية والتي سبقها حملة في أقل من 2 شهر تقريبا. تم الاستجابة بهذا الشكل السريع من أجل الاحتياج الإنساني القائم في اليمن. بإذن الله سبحانه وتعالى أنه في هذه الحملة سنقوم على خدمة ما لا يقل عن 60 مريض أو مستفيد من مشيئة الرحمن. وتمني للمتطوعين التوفيق وللمرضى بأن يقوموا بالسلامة إن شاء الله بألف صحة وعافية. نهاية النشر، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مدير أمن ساحل حضرموت يبحث الحلول الكفيلة بإنهاء أزمة الغاز المنزلي. مكافحة المخدرات تضبط 1350 جرام من الحشيش بالمكلا. تواصل الحملة الثانية لجراحة وقسطرة قلب الأطفال بمركز نبض الحياة بالمكلا. السيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.